هذا الكلام ليه شقين. نعم. شق في علاقات مباشرة ما بين مصر وإيران، وده عشان نكون منصفين وموضوعيين يرجع لتاريخها من وقت اغتيال الرئيس السادات وترحيب إيران بهذا، وتسمية أحد الشوارع الهامة في طهران باسم القاتل الرئيس السادات. بالظبط كده. واحنا اكتفينا طول الفترة اللي فاتت ليس علاقات عداء كما ذكرت سيادتك، وليس علاقات مودة، ولكن أبقينا، لأن طبعا إيران لازم نعترف أنها دولة إقليمية لها ثقلها الحضاري والعقائدي ولها تأثيرها في محيطها، وعشان تتعامل معها تعامل موضوعي لازم تعطيها هذا الوزن. فاحتفظنا بسفارة مفتوحة بمرتبة قائم بالأعمال وليس بسفير، حتى لو كان في بعض الأحيان القائم بالأعمال كان بدرجة سفير، ولكن المسمى مقصود أن يكون قائما بالأعمال. وطلبنا بعض الطلبات، منها تغيير اسم الشارع ولم يستجيبوا في هذا الوقت. معلش يا معالي السفير، يعني فضل لو بسطنا المسألة كده على المواطن اللي